هذا أوسكار روميرو على تنفيذ هذا الخطأ، كرة ترسل عالية، خطورة جول. ماذا تفعل يا أرتورو؟ ماذا فعلت يا فيدال بالنيران الصديقة؟ فيدال وكأنه ظل طريق مرمى الفريق الخصم وسجل بالخطأ في مرمى المنتخب تشيلي، يسجل لكن هدف عكسي. أرتورو فيدال يسجل ولكن في مرمى فريقه، في مرمى منتخب بلاده. الباراغواي تتقدم بمساعدة أرتورو فيدال بهذه الصورة. هدف كان جميل، نعم جميل جميل لو أنه سجل في مرمى الباراغواي، جميل سيكون اللاعب لو أنه سجل في مرمى الفريق الخصم ولم يسجل في مرمى حارسه، ولم يسجل في مرمى حامي عرينا، ولم يسجل في مرمى الحارس كلاوديو برافو. فيدال يتقدم للباراغواي في نتيجة هذا اللقاء لتصبح النتيجة الباراغواي هدف تشيلي لاشيب. الباراغواي هدف تشيلي لاشيب. بالمناسبة أرتورو فيدال سجل 6 أهداف.